اكتر الحاجات اللي بتخلينا نتخانق مع جمهور برشلونه كتير هي جمله تشافي بيخلينا نتحسن. نتحسن ازاي يا ابن عمي؟ يعني احنا دفاعيا بدانا نكون عندنا شكل دفاعي مميز؟ لا والله لا. طب هجوميا بدا يكون عندنا شكل هجومي مميز؟ والله لا. طب نص ملعبنا في اي تحسن؟ يعني الثلاث خطوط بتوعك في الملعب ما فيهمش اي تحسن، يبقى متحسن منين؟ التحسن جاي منين طيب؟ يعني عايز افهم بس موضوع التحسن ده، لان احنا النهارده اول دقيقه حرفيا لابسين جون، اللي هو ما تعرفش ازاي احنا لسه بسم الله الرحمن الرحيم نقف في الملعب جون. تحسن ايه؟ تحسن ايه بس؟ تحسن ايه؟ طب بنلعب شباب كتير؟ اه بنلعب شباب كتير، بس لسه عندنا ثقه في الاساطير الليجند بتوعنا بوسكيتس، جوردي البا، بيكي، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني جوردي البا الجون الاول والثالث منه، والحمد لله رب العالمين. بيكي جايب جون في نفسه اون جون، وبوسكيتس كفيل ان هو خط نص بتاعك شوارع، اللي هو بسم الله ما شاء الله. يعني طب احنا بنعمل ايه جوه الملعب؟ تيكي تاكا؟ والله موضوع التيكي تاكا ده احنا بعناه بقالنا فتره. يعني طب شخصيه البارسا بتسيطر قدام بلباو؟ في شخصيتي بس احنا عملنا ماتش حلو قدام ريال مدريد يا عم. ماتش حلو ايه بس؟ احنا عايزين نتكلم في نقطه واحده بس، النهارده قدام بلباو اتفرجنا على كوره، الفريق كان ممل كالعاده، يعني كان ممل صح. طب يبقى الشباب بيعمل ايه بقى؟ هل انت كاره تشافي؟ مش كاره تشافي، بس تشافي هو المدير الفني الغلط اللي جاي في الوقت الغلط. تشافي عاطفي، عنده قناعه ان سبحان الله يا اخي كده داني الفيش ينفع يكمل 120 دقيقه، بوسكيتس ينفع يكمل 120 دقيقه، بيكي ينفع يكمل 120 دقيقه، وما عندوش قناعه ان جافي، وما عندوش قناعه ان الزلزولي، وما عندوش قناعه بنيكو والعيال الصغيره دي ما تكملش 120 دقيقه، واللي بيكمل 120 دقيقه اللعيبه اللي معديه 30 سنه، اللي هو في ضحك كتير بيحصل في ام الفرقه دي مش مفهوم. طب ربنا كرم وفيران توريس جاب لك هدف التعادل بدري بدري بقى، نخش بقى في الجيم. ما خدناش في الجيم ولا حاجه، ده احنا لبسنا جول في الدقيقه 90 اللي هو الاون جول. طب ما بين ال 16 و 90 كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحنكش والله، كنا بنحنكش، كنا وعارف بقى. يعني عارف انا اللي بيزعلني ايه؟ اللي بيزعلني مثلا التغييره بتاعت نيكو اللي هو بينزلها كل ماتش، نيكولاس جونزاليس. هو بينزل نيكولاس جونزاليس علشان يلعب ديفندر تاني مع بيكيه، مع بيكيه مين؟ لا بيكيه بيخربها لوحده خالص، بيكيه مش محتاج ديفندر، بيكيه محتاج اروخو يقعد يحاسبنا عليه عشان نخلص منه، او محتاج ان احنا ربنا يرحمنا من تصريحاته، لان بيكيه لسه عايش على جو التصريحات القديمه ضد الريال. بيكيه اديني تصريحات واديني شويه كثافات جبهات واديك عايش ومكمل معايا. انما بوسكيتس موضوع نيكولاس جونزاليس كل ماتش حرفيا بلاقي تشافي بيقرر ان هو ينزل نيكولاس جونزاليس علشان خاطر يساعد سيرجيو بوسكيتس في الادوار الدفاعيه. طب ما تطلع بوسكيتس، يعني انت بتنزل كل ماتش تغييره بتاعت نيكولاس جونزاليس عشان تساعد بوسكيتس، ما تطلع بوسكيتس، هات الموضوع من الاخر وطلع بوسكيتس. صاحبي وشقي، صاحبك وشقك ايه يابا؟ صاحبي وصاحبي انت جاي تخربها ولا انت في ايه؟ انت جاي تعمل لنا فريق ولا جاي تفتكر اصدقاء الامس؟ في ايه يا عمي؟ في ايه؟ يعني ارحمنا ارحمنا. طيب ما بتعرفش تغير وعندك عاطفه ومقتنع بلعيبه، طب انت جاي تعمل ايه؟ بجد والله انت جاي تعمل ايه؟ والتحسن اللي هم بيقولوا عليه ده فين ام التحسن ده؟ يعني فين ام التحسن ده؟ ده انت طلعتني من بطولتين في 8 ايام، يعني خسرتني السوبر في السعوديه وجيت النهارده طلعتني من الكوبا دري. بس بيطلع مواهب، بيطلع عفاريت هو. والله الواحد والله العظيم الواحد ده حتى تير شتيجن، تير شتيجن اللي كان بيقدم مردود ثابت في الفرقه، تير شتيجن خلاص وقع، اللي هو بسم الله ما شاء الله، يعني حتى الحته الوحيده اللي كانت شغاله عندك ضربت، اللي هو لا خط دفاع ولا خط نص ولا خط هجوم شغالين، ولا حتى كمان حارس مرمى، ده فرقه ايه دي؟ لا يقول لك ايه؟ احلى تقييم في الملعب بدري، يا ما هو بدري وجافي وسيرجيو بوسكيتس. هي كانت ناقصه نروح نجيب اللي هو اللعيب بتاع اوريزابال بتاع ريال سوسيداد ونص ملعب منتخب اسبانيا، بس مع الاسف الشديد اللي واقف بره مش انريكي. لو انريكي بالفرقه دي كان عمل بيها حاجه، انريكي لو كان موجود كان هيشيل اللعيبه اللي هم انت حاسبهم عليها خبرات، داني الفيش وبوسكيتس وبيكيه وكمان جوردي البا، ما اعتقدش ان هو كان انريكي كان هيعمل زيك كده ويعوك. انت عايز تقلد انريكي بس انت مش انريكي، انت عايز تاخد الفرقه اللي انريكي بيمرنها وتحطها في برشلونه، مش انت. الفرق في انريكي، الفرق في افكار انريكي، الفرق مش في الجوده بتاعه اللعيب، الجوده دي مدرب بيعرف يشتغل بيهم. لو جبت انريكي مع العيال الصغيره دول هيفرق، علشان كده بقول لك الكار ده مش كارك دلوقتي، انك تمسك برشلونه دلوقتي ما كانش موضوعك ولا سكتك، بس عشان خاطر الله يرحم عم الجوكر. الله انت تسعه وصاحبك سته،
اللي هو انت وصاحبك لابورت خربتوها، واحنا الاثنين واحنا كلنا كجمهور بندفع ثمن العك اللي بيحصل ده. هنفضل ندفع العك ده كتير؟ مش فاهم والله. يعني انا عن نفسي بدات ازهق بجد، انا بدات ازهق. مش ده برشلونه اللي كان نفسي فيه. طب انت بتضيع لي السنه من عمري كبرشلونه، هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي فريق؟ هتطلع لي شباب؟ هتخليني استغنى عن الاساطير اللي هم كانوا اساطير من سنين فاتت وحاليا بقوا مجرد اشباح ومجرد عال عليا؟ انت تعمل لي ايه؟ انت جاي في السنه دي بتعمل ايه؟ ولا بتعمل اي حاجه. يبقى ما تطلبش مني ان اطلع اقول لك انك بتتحسن، لانك ما بتتحسنش. انت بتعك وانت تستاهل انك تخسر، وتستاهل انك تطلع من كل البطولات. بالباو كان سيء بس انت كنت اسوء. حسبي الله ونعم الوكيل. انا كل ماتش بتفرج فيه على برشلونه مع تشافي بندم ندم عمري ان انا جيت اتفرج على الماتش ده. وده من اكتر الحاجات اللي بيخليني اتخنق من تشافي اكتر، ان تشافي كان الكلام اللي بيتقال على كومان ان كومان كان فاشل، بس كومان كان فاشل كافكار، تشافي فاشل في افكار وفاشل في اداره فريق، لان تشافي بيمشيها بالحب وبيمشيها بالعواطف، والحب والعواطف هيودوا الفرقه عند طنط معاطف. اخ يا ولد الجزمه. لا عجبك الفيديو بعد كل العواطف والمعاطف دي اعمل لايك، لا ما عجبكش براحتك.